مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من جمال التطور. في سلسله من الحلقات اللي ان شاء الله حنقدم لكم اياها راح نتكلم عن التطور والمتطوعين. طبعا السيده اكرام والسيد محمد علي دائما كانوا يستضيفوا ناس رائعين في موضوع التطوع، دعموا المجتمع المحلي سواء في كندا او امريكا باعمال تطوعيه رائعه وسلطوا الضوء عليهم، وحنبقى نسلط الضوء على أشخاص مثل هدول ومؤسسات أكيد، لأنه هذا شيء مهم وهذا من أحد رسائل هذه القناة كنار تي في صوت العرب من كندا. لكن حنبدأ الآن نحاول إنه نتكلم عن موضوع التطوع بشكل عام، وما هو التطوع وكيف تتم فوائده على الشخص نفسه. يعني دائما إحنا بنحكي عن فوائد التطوع على المجتمع، أوكي طوعت ساعدت الآخرين وهذا شيء ممتاز بشكل عام، ولكن ما هي فوائد التطوع على المتطوع نفسه؟ وهذه يمكن تكون من أهم الأشياء اللي دائما الواحد بيسأل نفسه، إذا أنا ذهبت أتطوع مع مؤسسة أو قسم أو محل ما هي الفوائد التي ستعود علي؟ وهذا شيء طبيعي يا جماعة، لا تحتكروا على إنه الإنسان لا يريد هذا الشيء. إذا واحد راح يشتغل في عمل، أول سؤال بسأله كم السلري، فما بالك بشخص أو الراتب، كم حتدفعوا لي، كم ساعة هشتغل، فما بالك بشخص يعطي ماله ونفسه ووقته مقابل لا شيء. فأكيد لازم يكون في عائد، ولكن هذا العائد لم يكن ماديا كما نعرف. طبعا أول فائدة من فوائد التطوع هي الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، مساعدة الآخرين، إعطاء الآخرين القدرة على المعرفة ومشاركة معرفتك مع الآخرين شيء جميل جدا جدا جدا. وطبعا هناك الكثير من الأحاديث والآيات اللي بتشجع على هذا الموضوع، لازم إحنا نساعد الآخرين، نعطي الآخرين الصدقة. الصدقة يا جماعة، الصدقة إحنا كثير ناس فكروها أنه فقط هي صدقة المال، ولكن يمكن تصدق بوقتك، يمكن تصدق بعلمك، يمكن تصدق بكثير من الأمور. جميل أن تترك أثر في كل مكان تذهب به، أثر جميل، أثر رائع، أثر يذكر بشيء، بذكرى رائعة ورطبة. كلنا طبعا راحلون عن هذه الأرض، ولكن ما نبقيه خلفنا هو أهم شيء. الكلمات الصادقة، العمل الصادق، الحب الصادق للناس دائما مهم جدا. اترك أثر بمعاملتك، اترك أثر بكلامك، اترك أثر بأخلاقك، اترك أثر بسلوكك، اترك أثر بصفاتك. كل هاي الأمور مهمة جدا. كن رسول لدينك، كن رسول لأهلك، كن رسول لتربيتك، كن رسول للغتك ولثقافتك. جميل أن تضحك وتبتسم في وجه الآخرين وتترك هذا الأثر الطيب. الله سبحانه وتعالى في القرآن طبعا في كلمات أو آيات كثيرة عن المساعدة وإعطاء الآخرين، ولكن يمثل العطاء والصدقة بإعطاء حبة، وهذه الحبة تنبت 10 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني شوف قديش الجمال في هذا الموضوع. يعني السنبلة هاي اللي هي العطاء اللي انت، طبعا الله سبحانه وتعالى في القرآن بيحكي الذين ينفقون أموالهم، ولكن كل شيء تعمله في الدنيا خير، وكل خير تعمله ربنا بعطيك بدل عنه. فالأمور هاي من الأمور المهمة. خلينا نرجع لهاي الفوائد. زي ما حكينا الفائدة الأولى هي الحسنات التي ستأخذها من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كنت تطوع في مجال خير، مجال عطاء، مجال حب، مجال مساعدة الآخرين، مساعدة الأطفال، المرضى. كل هاي الأمور مهمة جدا في إعطائك الحسنات اللي بتطلبها من الله سبحانه وتعالى. طبعا عشان تأخذ الحسنات شرعا يجب أن، يعني إحنا مش عم نحكي برنامج ديني، لكن يجب أن تكون بنية صادقة وبنية رضا الله سبحانه وتعالى. لازم تكون عندك هاي النية، فدائما انوي هاي النية، لأنه الأعمال بالنية. انوي أن كل ما تقوم به لوجه الله خالصا سبحانه وتعالى. الشيء الثاني وهو موضوع طبي.
هذا بعض الدراسات أثبتت إنه المتطوعين يتمتعوا بعمر أطول من غيرهم. طبعاً ليش؟ لأنه العطاء بعطيك سعادة، والسعادة بتخفف الاسترس أو الضغط النفسي عليك، وبالتالي أنت بتكون أكثر سعادة بحياتك. وفي الحقيقة طبعاً الحياة بيصبح العمل التطوعي فائدة لجسم الإنسان. طبعاً الصحة مهمة جداً، لكن الحركة فيها بركة زي ما بيحكوا. فأنت لما تروح تتطوع بتتحرك، بتمشي، الكلام مع الآخرين أيضاً بيعمل لك mental health أحسن، وبالتالي أو حالة نفسية أو حالة عقلية أفضل، وهذا كله بعطيك صحة أفضل. وبالتالي كتير هناك دراسات أثبتت أنه هاي الأمور، العطاء، السعادة، كلها بتعطي المتطوعين صحة أفضل وعمر أطول، والأعمار بيد الله كلنا طبعاً. لكن وجدت دراسة سواها في بريطانيا في أحد الجامعات البريطانية اللي هي جامعة هل، حكوا إنه الكبار السن اللي بتطوعوا يبقون نشطين لفترة أطول من أولئك الذين لا يتطوعوا، وعندهم سعادة نفسية وعارمة، ودائما يعشقون العطاء ومساعدة الآخرين. وهذا طبعا يمكن رسالة لكبار السن في مجتمعاتنا العربية. للأسف مجتمعاتنا العربية بتلاقيهم بعد فترة من العمر خملوا، يعني من الأغلبية، مش نحكي الكل ولكن الأغلبية، خلاص بقول لك أنا مش أتطوع، أنا مش قادر أمشي، مش قادر أتحرك. العكس اللي بتجده، يعني أنا في الألعاب الأولمبية في بكين تطوعت في 2008، ولما تطوعت لا تصدقوا كان معاي واحد متطوع في الإرشادات عمره 88 سنة، كان يحضر قبلي ويتكلم مع الناس وكل نشاط، 88 سنة كان عمره. لما سألته قال لي إذا أنا ما تطوعت لبلدي وما رفعت راية بلدي لمين بدي أتطوع؟ فهذا الحب طبعا للعطاء والحب للتطوع مهم جدا. الفائدة الثالثة اللي هو العلاقات القوية نوصل إلها، وحنحكي عنها يمكن بحلقة خاصة لأنه هذا مهم جدا. العلاقات القوية في المجتمع، خاصة في مجتمع أنت جديد جاي عليه، بنحكي عن كندا، مهم جدا جدا. لما بتتكلم عن العلاقات القوية في بلادنا، احنا بيحكوا في شغلة اسمها واسطة معروفة، محسوبية، شو بدك تسميها سميها. في كندا في شغلة مشابهة ولكنها تختلف، اسمها نتوركينج، اللي هي المعارف تبعها. النتوركينج يا جماعة وإنشاء قاعدة علاقات قوية مهم جدا جدا جدا، خاصة في كندا، وفي إيجاد عمل وإيجاد وظيفة وإيجاد فرص لتحسين الوضع المالي والاجتماعي. أهم مزايا العمل التطوعي اللي هي إنك بتحصل على هذه القاعدة من العلاقات، بصير تعرف فلان، بتأخذ تلفونه، بتأخذ إيميله، طلب بدك ريفرنس، بدك واحد إنه يكتب لك ريكومنديشن، هذا كله ممكن يساعدك. ممكن واحد يتعرف عليك بالشغل، يكون هو بيشتغل في مكان آخر، يقول لك أوه أنا عندي مثلا ممكن أساعدك في وظيفة، ممكن أساعدك في شيء. هذه العلاقة مهمة جدا، أو بناء هذه القاعدة اللي هي قاعدة العلاقات العامة أو العلاقات الشخصية. طبعا هذا الارتباط برضو بيخليك، بيسمح لك الارتباط بمجتمعك وجعله مكان أفضل، لأنه أنت لما بتساعد الأصغر منك والأكبر منك يحدث فرق طبيعي أو حقيقي في حياة الناس، حتى في حياة الحيوانات، حياة المنظمات المحتاجة لمساعدة. في ناس كتير بيحاولوا أنهم يساعدوا الأشياء اللي بيحبوها، وبيظهروا تكريس وقتهم وعملهم في هذا الشيء، وهذا بوسع هذه الشبكة من العلاقات وبتعزز المهارات الاجتماعية، بالإضافة إلى طبعا العلاقات. المهارات الاجتماعية مهمة جدا، في ناس كتير عندهم مشاكل في الحكي مع الناس. أنا من الناس اللي اتطوعت معهم، شاب عمره كان 22 سنة 23 سنة، اتطوعنا بتذكر في، يعني هدول الأشخاص اللي دائما بتذكرهم
تطوعنا في جاز فيستيفال، وكان هو شغال على بال شو اسمه بال الانفورميشن بوث. فلما حكيت معه وقعد انا وياه، فبقول لي انا معي اوتيزم. انا على السريع توقفت، واللي امي اصرت علي من صغري عمري 12 سنه اني ابدا اتطوع، وهذا خلاني الناس حتى ما تشك اني معي اوتيزم. فشوفوا امه كيف قدرت تعالج، او مش تعالجه، تخفف من حالته عن طريق العلاقات الاجتماعيه. علاقات اجتماعيه لناس كثير مهمه، يمكن احنا ممكن ما بنهتم فيها كثيرا، ولكنها بالنسبه لكثير من الناس هي من اهم الامور التي بيعيشوا عليها. فالعلاقات العامه زي ما حكينا لها حسنتين، حسنت انك بتطور مهاراتك الاجتماعيه، والشيء الثاني بتطور علاقاتك او نتورك او شبكه التواصل تبعتك. هذه مهمه جدا جدا جدا. الفائده اللي بعدها هي تحسين المهارات الاجتماعيه. احنا حكينا في الاول تحسين العلاقات، هون تحسين المهارات الاجتماعيه. في ناس كثير بيشعروا بالخجل لما بلاقوا اي شخص، لما بتتطوع بتكون لك فرصه لتطوير هذه المهارات. في ناس يمكن نوتوكتيف، بعرفوش يحكوا عن امور معينه. في ناس ما عندهم مهارات ذاتيه في المجتمع، اللي هي سوشياليزم، فهم بيخافوا من هاي الشغله. فهذا كله بحسن مهاراتك المشترك. اللي بعده، طبعا انا حاولت اني بدي اختصر، بديش اطول عليكم عشان اعطيك اياها ستريت فورورد، اللي هو يقدم التطوع العديد من الفوائد الجسديه والعقليه. حكينا شوي عنها، لكن خلينا بالتفصيل نركز عليه. الفوائد هاي جمة اوكي، وخاصه لكبار السن. يعني انا عشان بديش احكي انه بس للشباب، لا، لكبار السن. اول شيء، التطوع يساعدك في التخفيف من الاجهاد والغضب والقلق. كل هاي بتساعدك عن طريق التواصل الاجتماعي اثناء مساعده الاخرين، بتاثر عليك، في بتسبب راحه نفسيه. وقد يعمل ناس كثير في العمل التطوعي مع الحيوانات الاليفه، وهذا او حتى الحيوانات غير الاليفه، هذا دوره بحسن برضه المزاج وبحد من التوتر والقلق. استخدام الحيوانات الاليفه بشكل عام اصبح جزء من الـ behavior therapist، او العلاج العملي، او العلاج السلوكي. في كثير ناس بيستخدموا كلاب، في ناس بيستخدموا قطط. انا بعرف بعض المدارس فيها اطفال عشان البيهيفير تبعهم او السلوك تبعهم، بيضطروا يجيبوا الكلب تبعهم معهم، وهذا الكلب مدرب على البيهيفير تبع هذا الشخص. طبعا الاكتئاب، وهذا مرض خطير جدا جدا جدا، وحنخصص حلقه كامله عنه. الاكتئاب قد يؤدي الى مشاكل كثيره، الدبريشن بالانجليزي، ويعيق الانسان من التواصل مع عائلته. فالاكتئاب مرض خطير، وخاصة في الدول التي تفقد حرارة الشمس، يعني الدول اللي بيكون فيها درجات الحرارة منخفضة الاكتئاب بيكون فيها أعلى حسب الدراسات. وبالتالي نحن في أشد الحاجة للعمل التطوع أكثر يمكن من أماكن الأخرى، ولكن هذا لا يعني أن الأماكن الأخرى لا يحتاج إلى تطوع. طبعا إذا لا سمح الله حدا حصل عنده اكتئاب، لازم يتعالج علاج عند طبيب، وليس فقط تطوع، ولكن تطوع قد يساعده أيضا في العلاج من الاكتئاب. طبعا الاكتئاب، التطوع برضو بحارب الاكتئاب، بأنه بيجعلك سعيد من خلال إفراز بعض الهرمونات ونشاط الدماغ ومساعدة الآخرين، وهذا بسبب حالة للشخص سعيدة جدا، وهذا بحارب الاكتئاب اللي بنحكي عنه. الثقة بالنفس طبعا، وهي شغلة مهمة، انه بزيد الثقة بالنفس. عادة كثير من الناس بيكونوا، خاصة الشباب، بيكونوا غير واثقين من انفسهم في بعض السكيلز وبعض الامور، وحتى في اظهار احاسيسهم، ولكن التطوع بيساعدهم على ذلك. فهو بعطيك شعور بالثقة بالنفس، شعور بالفخر، شعور بالانتماء، واهم شيء انه بعطيك طريقة للحصول او الدخول الى مجال عمل جديد، ممكن هواية جديدة. كل هذه
الأمور طبعا مهمة. التطوع بشكل عام هو مهم جدا للوصول إلى الأهداف، وهذا الشيء يعني احنا عندنا السيدة ريم عناني الكوتش بتساعدك دائما على الوصول إلى الأهداف، لكن لا تستهينوا في موضوع التطوع. التطوع هو أهم واحد من أهم الأشياء اللي بوصلك للهدف. إذا أنت كان عندك هدف وصلت له عن طريق التطوع، فتأكد أنك ممكن تصل له عن طريق أشياء أخرى. التطوع بيساعدك على تعلم كثير من المهارات، سواء المهارات الاجتماعية، المهارات الأخلاقية، السلوكية، العلمية، العملية، المهارات البزنس، مهارات التجارة، مهارات كثير من الأمور. وهاي من خلال هاي المهارات اللي انت بتساعد فيها الآخرين أيضا بتطور من نفسك داخليا، وبتضيف عليك حماس في حياتك. الخبر أو الموضوع اللي بعده هو يساعد على بشكل عام الصحة، زي ما حكينا أنه في بعض الحركات اللي بتقوم فيها يوميا وبتتحرك، وهذا طبعا بيزيد عندك التفكير في العمل التطوعي، وبقلل من بعض الآلام المزمنة، مثلا خطر الإصابة ببعض الأمراض. كل هذه الأمور مهمة جدا، خاصة الأمراض اللي مرتبطة بقلة الحركة، مثل أمراض القلب، أمراض العضلات، أمراض المفاصل. هاي الأمور كلها بتخف، بدناس نحكي تنتهي من التطوع. الخبر أو الهدف اللي بعده وهو هدف ممتاز وهو مهم، وهو تطوير حياتك المهنية. أي واحد بده يقدم على عمل أو بفكر بتقديم العمل لازم يحضر السي في، الرزومي تبعه، زي ما بتحبوا تسموه، احنا بسموه الرزومي، بعض الدول بسموه سي في. العمل التطوعي يمكن إضافته في هذا المكان، الخبرة في مجال اهتمام والالتقاء بأشخاص في هذا المجال كلها مهمة. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع شوي بتفصيل بسيط. أولا، العمل التطوعي إذا كتبته أنت، حتى لو ما كتبت أنه فولنتير، يعتبر عمل. إذا أنت كنت تشتغل فعلا في هذه المؤسسة لساعات، بعطيك قدرة على إضافة ذلك في السي في، حتى لو لم يكن عندك سي في عمل في بهذا التخصص. اثنين، احيانا المجالات كثيرة تحتاج ناس لهم خبرة في هذا المجال، يعني انت مثلا دراستك في الهندسة وحابب تشتغل في مجال اخر، هذا المجال اذا انت ما عمرك دخلت ولا اشتغلت فيه ولا تعلمت فيه ولا عرفت عنه، كيف بدك تتأكد او كيف بدك انك تعرف متى كيف تدخل على هذا المجال؟ أكيد عن طريق التطوع. التطوع بيساعدك كثير في هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه كثير من الناس أنا بعرفهم بعد التطوع في أحد المؤسسات بعد شهر شهرين حصل عندهم بوزيشن، وظيفة فارقة. أول ما بفكروا بهذا الشخص المتطوع عندهم، هو متطوع وبيعرفوه وصاروا مجربينه وعارفين شغله وعارفين إتقانه، فهذا الشيء بعطيك مجال كبير انك تدخل للمهنة بكل سهولة. طبعا النتوركينج زي ما حكينا، الالتقاء باشخاص مهمة في هذا المجال. في ناس بتطوع مثلا بمستشفيات وحابين يدخلوا في المجال الصحي او بده يدرس طب، فبالتالي هذا بيساعده في الحصول على ريكومنديشن، بوفر له معارف، ممكن يجي يعمل عنده تريننج أو انترنشيب، شو بتحبوا تسميها، بيكسبك خبرة ليست فقط عملية ولكن خبرة شخصية مع الأشخاص، وبساعدك على التواصل معهم. هذا الموضوع مهم جدا يا جماعة، وهذا يعني إذا كنت مثال مهتم بالتمريض، روح دور على تطوع في مستشفى أو في رعاية أو دار رعاية، هذا بسموه سمارت فولنتيرينج، هنحكي عنه في حلقة كاملة، ولكن بشكل عام هذا المختصر. طبعا يضفي التطوع الإنجاز والمتعة في على حياتك. التطوع هو متعة بشكل عام، إذا أنت ماخده إجباري، يعني بعض المدارس أو كل المدارس تقريبا في كندا وحتى الجامعات
بيجبر الطلاب على دخول مجال التطوع وإنهاء عدد معين من ساعات التطوع، أعتقد 40 ساعة حسب المدرسة والسكول بورد، ولكن هذا التطوع يعتبر إجباري بالنسبة لهم حتى ينهوا. يعني شوف لوين الثقافة هاي، إنه لا يمكنهم تخرج من الثانوية العامة إلا بعد إنهاء 40 ساعة من التطوع. هذا بعطيهم طبعا في البداية صعوبة، أول شيء بقول لك أنا مجبر وأنا بدي أروح، ولكن بعدها تصير عنده متعة، وهذه بتصير زي إدمان على مساعدة الآخرين. التطوع بيساعدك على اكتشاف اهتماماتك، يعني أنت بتفكر بحالك أوكي يس، بيساعدك على اكتشاف اهتماماتك، بيساعدك على اكتشاف هواياتك، بيساعدك على اكتشاف نفسك، على اكتشاف أهدافك، على اكتشاف ماذا تحب أن تصنع في المستقبل. العمل هذا مثير جدا للاهتمام، لأنه فعلا بطريقة سهلة مجانية أنت بتقدر تهرب من روتينك اليومي مثل العمل، الدراسة، حتى الالتزامات العائلية، وبيوديك إلى عالم آخر وناس آخرين جميل جدا أنك تتعلم معهم وتعرف معهم. وطبعا في أعمال كثيرة ممكن تسووها بمجالات أخرى برضو حنحكي عنها مستقبلا. العمل التطوعي هو خدمة للمجتمع. كلنا في عنا هيك حلم سواء صغير أو كبير، بدنا نغير العالم، وهذا الكلام يعني كلام كثير بيحكوا، لكن لن تستطيع تغيير العالم إلا بتغيير نفسك، ثم تغيير عائلتك، ثم تغيير مجتمعك، ثم تغيير دولتك أو مدينتك، ثم دولتك، ثم العالم. فإذا ما بديت بنفسك، إذا أنت سيء بتقول لي أنا بدي أروح أصلح عمل في فنزويلا، الموضوع فيه تفكير. فلازم تبدأ بنفسك، ثم بعائلتك، ثم بمجتمعك حواليك. العمل التطوعي ممتاز للمجتمع، بيساعد كثير شركات منظمات في نجاحها والحفاظ على القوة المتينة فيها. يتم ذلك عن طريق التطوع والمتطوعين. الواقع أنه كثير من المؤسسات مثل المتاحف، المنظمات الخيرية، المنظمات الإنسانية، الخدمات الاجتماعية، المنظمات البيئية تعتمد في الغالب على المتطوعين أكثر من الأعمال المأجورة حتى، يعني لتحقيق أهدافها والقيام بواجباتها. في كثير مؤسسات وشركات لا، بقول مثلا شركة كمبيوتر IT تأخذ متطوعين، ولكنها لا تعتمد عليهم اعتماد كلي، معظم الاعتماد بيكون على المأجورين، وهذا طبعا هدفه فقط إعطائهم فرصة لدخول سوق العمل أو التعرف على هذه الشركة، فالشركة منها بتكسب وهو بيكسب. أما معظم الأعمال زي ما حكيت لكم المؤسسية المجتمعية دائما بتعتمد كثيرا على التطوع، خاصة المؤسسات الغير ربحية أو مؤسسات التشاريتي اللي هي الخيرية، هذه كلها بتسهم في بناء مجتمعنا وتلبية احتياجاته، بتساعد كثير من أبناء أو أطياف المجتمع، وفي نفس الوقت بتساعد الناس على دخول العمل التطوعي. عندك أمثلة كثيرة في المجتمع ممكن تتطوع معها لمدة يوم، ممكن ساعات، ممكن أشهر، أنت بتعتمد عليها. ممكن تتطوع مثلا مع الفود بانك، خلينا نعطي مثال بسيط. الفود بانك من أحد أكبر المؤسسات اللي بتساعد كثير من الناس في المجتمع المحلي، وهذا المجتمع يعني بيحتاج مساعدة، الأكل يعني الأساسيات اللي هو الأكل، فأنت بتساعد مثلا في السورتينج، يعني لما يجي الأكل بتحاول أنك تحط المعلبات في مكان، الخضار في مكان، الحليب في مكان. غيرها ممكن أنك مثلا تساعد الآخرين في أعمال تطوعية أخرى، خلينا نعطي أمثلة، الكانسر بيشنتس ممكن تروح تزورهم تساعدهم، ممكن تتكلم معهم، ممكن تروح عليهم في المنازل أنك تتكلم معهم، خاصة كبار السن هدول بيحتاجوا للناس يتكلموا معهم، ممكن تساعدهم في شراء بعض الحاجيات. إحنا قمنا مثلا بأعمال تطوعية خلال فترة الكوفيد، في بداية فترة الكوفيد، بعمل نوع أنوية في المدينة تبعتنا، وكل نواة مسؤول عنها شخص، بحيث أنه إذا حدا احتاج إلى شراء بعض الحاجيات أو الأدوية، خاصة كبار السن أو الناس المرضى اللي عندهم عزل منزلي، أنه متصل مع فلان بنقول له هيك هيك هيك، بروح هو بيشتري لهم كل الأغراض،
بتدفعوا له بالاي ترانسفير، بوصل الاغراض لباب المنزل، برن الجرس، بتاكد انهم استلموا الامور من بعيد طبعا عشان الكوفيد انتم عارفين، وبكمل هو مشوار. فبالتالي هو ساعدهم، ما صار كونتاكت، وبالفعل صار في عنده شيء جميل يسوي. في امور كثير ممكن تساعده فيها. نعطيكم امثله. المتاحف، التطوع في المتاحف شيء جميل جدا، لانك اول شيء بتتعلم شيء انت ما عمرك عرفته، شيء غريب. متحف، انت بتدخل على متحف، انت بتعمل مع فريق عمل، وبنفس الوقت انت بتتعلم الهيستوري او البيولوجي حسب المتحف اللي انت متطوع فيه، وهذا طبعا بيساعد كثير من الناس على التعلم والفوائد. اليوم كنا معكم في حلقة سريعة جدا عن فوائد التطوع، ان شاء الله تكون سلسلة، بداية لسلسلة جميلة. راح يكون معنا طبعا المقدمين ان شاء الله اللي حيقوموا في هذا العمل، الأستاذ محمد علي والأستاذ إكرام المومني. كملوا معكم ونراكم في حلقات قادمة، والسلام للجميع.